بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في الدرس رقم 830 في سلسله سي اس اس. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لبسودو كلاس. وحنا ديجا استعملناه من لما تكلمنا على ليان، وكنا قلنا بان لبسودو كلاس كتسمح لينا نبدلو لابارونس ديالنا ليمو على حسب ليطا اللي هو فيه. فلما كنا تكلمنا على ليان كنا قلنا اذا كان لو ليان اكتيف دير ليه كذا، اذا كان لو ليان غير دايز فوق منو بلا سوري يعني الهافر دير ليه كذا، إذا كان ديجا فيزيتي دير لي كذا. إذا كنغير لابارونس ديال لو ليان على حساب ليطا ديالو. هذا هو الاستعمال ديال لي بسودو كلاس. ما نكررش داكشي اللي درتو، ما غاديش دي زيكزومبل خاصين بلي ليان، غنديرو إن شاء الله إكزومبل جداد ودي بسودو كلاس جداد. أولا إذا بغيتي تستعمل أون بسودو كلاس فخصك دير دو بوان، كدير لو نون ديال ليليمون اللي بغيتي تستعمل في بسودو كلاس دو بوان، وتستعمل بسودو كلاس لو نون ديال بسودو كلاس. واحد بسودو كلاس كنا استعملناه هي هافر. الوغ هافر ما خاصهاش غير بلي ليان، يمكن لك تستعملها مع اوتر اليمون. فمثلا الا بغيت هذا الباراغراف هذا ولا نطبقها بالنسبه لاش ان، لان كاين اش ان واحد. فبلا ما نزيد اي دي هنا، اذا غنجي هنايا وندير اش ان دو بوان ونستعمل بسودو كلاس هافر. واش بغيتي ترى بغيت نغير ليه لا كولور الخلفيه ديالو، مثلا باك جراوند كالور نديرو يلو. اذا هذا ماشي ليا، هذا غير ان تيتر، ولكن بغيت واخا غير ان تيتر لما ندوز فوق منه يولي اللون ديال الخلفيه ديالو صفراء. اذا هاي لاباج ديالي اكتواليزي، لاحظوا دابا شتي لما كندوز فوق منه كيولي صفراء، ما كنكليكي دابا ما والو، غير كندوز فوق منه بلا سوري. اذا هاد البسودو كلاس هافر راه ما خاصهاش غير بلي ليا، يمكن لك تستعملها مع اي اليمون. بغيتي مثلا تكبر في الخط فيه غادي دير هنا فون ويت وندير هنا مثلا بولد انريجستري، اصلا هذا راه بولد ما تبانش. نديرها مثلا مع لي باراغراف، دونك غنحول هذا نرجعو بي انريجستري اكتواليزي. لاحظوا دابا شي باراغراف لما كندوز فوق اي باراغراف لو تكست ديالو كيولي غرا و الخلفية ديالو كتولي صفراء. إذا هذا هو الاستعمال ديال بسودو كلاس هافر. لي بسودو كلاس جداد اللي غنتعلمو، غنتعلمو ثلاثة، هما لي بسودو كلاس كتار ولكن اللي كيتستعملو بزاف غنتكلمو عليهم اليوم هما واحد ثلاثة: فيرست تشايلد، لاست تشايلد، و ان تشايلد. غنحيد هادشي ونجي دابا لهنايا، عندي خمسة ديال لي باراغراف وسط هاد الديف هادي، وعندي جوج ديال الباراغراف خارج ديف. اذا جيت للسي اس اس ودرت بي فيرست تشايلد هي لي بسودو كلاس اللي غنستعملو، ودرت ليه مثلا باك جراوند كالور يلو، نعرفو شنو غيطلع لا اكتواليزيت. غير ليليمون الاول هو اللي دار ليه داك الشونجمون في لابارونس ديالو، ياك؟ علاش؟ جا هنايا الكود كيقلب دابا على لو باراغراف اللي يكون هو لونفون الاول ديال ان اليمون. غتقول لي ها هو هاد البي هذا حتى هو ان لونفون ديال البادي، علاش ما داش عليه هادشي؟ لان ماشي لو بخومي اونفون، لو بخومي اونفون ديال البادي هو هاد الاش ان، ولو دوزيام اونفون ديال البادي هو هاد ديف، وهاد البي هذا راه هو لو تخوازيام اونفون ديال البادي. اذا ماشي لو بخومي اونفون ما طبقش عليه. جا دخل الديف هنايا، هاد الديف هذا سي ان اليمون، البي هو لو بخومي اونفون ديال هاد هاد الديف هذا. اذا لقى ان بي او انه لو بخومي اونفون ديال ان اوتر اليمون، فهادشي اش طبق عليه هذا. اذا فيرست تشايلد غطبق هنا على لو باراغراف اللي يكون هو لو بخومي اونفون ديال ان اوتر اليمون. لاست تشايلد دابا الا جيت هنايا كوبي هادي كونترول سي، جيت هنا كونترول في وبلاست فيرست درت لاست، لاست هي اخر، يعني لو باراغراف اللي يكون لو ديرني اونفون ديال ان اوتر اليمون بغيت نلونو مثلا دابا جرين. نجي ناكتواليزي فكتلاحظو دار ليا جوج ديال لي باراغراف. نجيو لاش تي ام ال ونشوفوهم. هذا سي لو ديرني اونفون ديال ليليمون ديف، لاحظتوها هاد ديف ها الختام ديالو، هذا هو لو ديرني اونفون ديالو. والبادي شكون هو لو ديرني اونفون ديالو؟ هو هاد البي هذا. اذا طبق على هذا وعلى هذا مزيان. تخوازيام بسودو كلاس هي ان تي اش تشايلد، يعني هنا كنقول ليه لو ان نيام تشايلد، يعني تشايلد نيميرو ان. فغنجي مثلا هنا كندير بارونتيز ونجي هنايا وندير باك جراوند
كالاتشا هو ونرجعو هاد المرة حمر. وهنا إلا عطيتو مثلا 3 شوفو شنو غيطلع. راه نحيد هادشي باش ميبقاش شي تخلط مع شي باش يبان لكم دابا غير الحمورية. انغوجيستخي اكتواليزي، هانتوما كيطلع ها الحمورية هنا ها الحمورية هنا منين جابها. نرجع عاوتاني لاش تي ام ال او خليها كومسا باش يبان لكم. الو هانتوما في لاش تي ام ال هاد الباراغراف هذا راه هو هذا. علاش داروا بالحمر؟ لانه هو لو تخوازيام انفون ديال هاد الديف هذا. هذا هو معنى هاد انتيام تشايلد تخوازيام، يعني تخوازيام تشايلد ديال ان اليمون. هاد الباراغراف هذا هو تخوازيام انفون ديال هاد الديف هادي تتلون بالحمر. شكون الباراغراف اخر اللي لون؟ هذا اللي هو هذا. علاش هذا تخوازيام انفون؟ تخوازيام انفون ديال البادي. شوفوا البادي شكون اللي لونفون الاول ديالو هو هاد الاش ان. شكون هو لونفون الثاني ديالو هو هاد الديف. هادشي راه مخشي وسط الديف، ما كيتحسبش اونفون ديال البادي. لونفون ديال البادي المباشر هو الديف. تخوازيام اونفون ديال البادي هو هاد البي هذا، فهو اللون ليا بالاحمر. انا الى جيت هنا ودرت مثلا كاتريام اونفون اونغوجيستري، الو في نظركم شنو غيلون؟ غيلون هذا، هذا هو هنا، وغيلون هذا. هذا هو لو كاتريام اونفون ديال الديف، وهذا هو لو كاتريام اونفون ديال البادي. اذا اونغوجيستري جي اكتواليزي هنا، لاحظتوا داكشي اللي قلت لكم مزيان. هنا يمكن لك تعطي ارقام ويمكن لك تعطي واحد دو فالور ايفن و اود. ايفن هي زوجي و اود هي فردي. اذا ايفن هنا هي زوجي اكتواليزي مزيان. هذا زوجي لان هذا لو بخومي اونفون ديال الديف، هذا لو دوزيام اونفون ديال الديف، هذا لو تخوازيام اونفون ديال الديف، هذا لو كاتريام اونفون ديال الديف. اذا غنقول لي هذا وهذا، هما هادو، هذا وهذا. زيد اش الاول عاوتاني الاول لي هذا. علاش؟ لان قلنا هذا لو بخومي اليمون، دوزيام اليمون ديال البادي، تخوازيام اليمون ديال البادي، كاتريام اليمون ديال البادي. اذا انت هذا لونو ليا. غتقول لي هذا الديف هذا حتى هو دوزيام اليمون، علاش ما لونوش؟ لان هنا داير ليه بي، كيلون لي باراغراف ماشي لي ديف. كيقلب عليه يكون باراغراف ويكون زوجي. شكون لي باراغراف وزوجي هنا؟ واحد جوج ثلاثة، هما هادو اللي لون ليا هنا. إلا جيت هنا ودرت ليه اود يعني فردي، شكون غيلون ليا في نظركم؟ هذا هو فردي لأن الأول، هذا لأن الثالث، هذا لأن الخامس. إذا هذا وهذا وهذا فرديين وسط الديف وسط البادي. هذا قلنا ليمون الاول، هذا الثاني، هذا الثالث. اذا غيلول لي ثلاث باراغراف، اذا غيلول لي دابا 4 باراغراف. تيسا شا ها الاول ها الثالث ها الخامس وهذا هو الثالث في البادي. الو وهاد المساله راه كتنفع بزاف في لي طابلو، غنستعملها في لي طابلو في البروجي ديالنا. فاش غنبغيو نديرو اون باج فيها ان طابلو غنستعملو هادي باش نلونو الزوجي بشكل والفردي بشكل، راه كيعطي واحد الجماليه لي طابلو ديالنا. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، واللي بغى يزيد يشوف شنو هما لي زوطخ سودو كلاس يدير ليست دي بسودو كلاس. راه كاينين بزاف ديال لي سيت كيعطوك ان ليست ديال لي بسودو كلاس اللي كاينين، ولكن راه بزاف منهم ما كنستعملوهمش، الاستعمال ديالهم قليل. لي استعمال ديالهم كثير هما هادو ديال ليليا وهادو اللي وريت في هاد الفيديو هذا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.